فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال تكرر وهذا واحد منه. يقول: يحتج كثير من الناس أو يقول كثير من الناس هذه الأيام إنكم قد رجعتم عن فتواكم بحرمة التصوير بكافة أشكاله، ويحتجون على ذلك بظهوركم في بعض القنوات الفضائية وتصوير محاضراتكم. يكذبون، أنا ما ظهرت في أي فضائية، ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية. أما إنهم يأتون ويأخذون من المحاضرة يأخذون، وأنا ما أذنت لهم ولا حتى ما دريت عنهم، هذا إثمه عليهم، إثمه عليهم. أما إني ظهرت في فضائية فهذا كذب، أنا ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية، رغم المحاولات معي ما أجبتهم بذلك، لأن يشوف اللي هم خدعوا أوقعوهم في أغلاط وأوقعوهم في بلاوي، سلطوا عليهم الناس، هي حبالة، هذه فضائيات حبالات، احذروا منها. نعم.